عندنا بقى نص كيلو من الدقيق، برضو بنستخدم نوع دقيق كويس قوي، بيبقى دقيق متعودين عليه ان هو بيطلع لنا البسكوت حلو، متعدد الاستخدامات او دقيق بسكوت مفيش مشكله. عندي ربع كيلو من الزبده الطريه، 150 جرام سكر باودر، بيضه، معلقه صغيره فانيليا ورشه ملح، ومعلقتين كبار كاكاو اذا حابين تعملوه بالشوكولاته. هنعمل ايه دلوقتي؟ عندنا بقى مربات وحاجات لو انتوا حابين تزينوا بمربى بشوكولاته، ولكن العجينه هنبتدي فيها اول حاجه، وهحط الزبده كده. جوده مكوناتنا في البسكوتات والكحك والكلام ده هي اهم حاجه. حتة الزبدة بتاعتي تبقى زبدة حلوة، السمنة تبقى سمنة حلوة، ريحتها حلوة، جودتها حلوة، هو ده أهم حاجة. هنزل دلوقتي بالزبدة والسكر واضربهم مع بعض، يلا بينا. لان هي ايه الكميه قليله فبتدخل على الجناب، فمحتاجين نقلب. طبعا دي كلها من مقاديرنا، فضروري ان احنا ننزل كل كميه الزبده كده. كل شويه ببقى عايزه اكمل ضرب وعايزه اقول حاجه فبقفل عشان اقول لكم حاجه. اوكي، اضربوهم كويس قوي مع بعض، مش مهم القوام يبقى فومي وكريمي ولا اي حاجه، يضربوا بس كويس جدا وياخدوا وقتهم ويبقوا قوام واحد. بننزل بالبيضه، يلا بينا. بيضه يعني على طول في ساعتها نفتكر كده فانيليا عشان ما ننساهاش، يلا بينا. وهكذا حتى واحنا بنعمل البسكوت واحنا بنعمل بتيفور، اي زبده تيجي في الجناب لازم نعمل كده. نجمع مكوناتنا كلها في النص، وما تستخدموش عجينه كبيره زي لو انتوا مكوناتكم صغيره عشان ما تعملش الحركه اللي انا فيها دلوقتي دي. مضرب كهربا هيكون افضل. يلا بينا هننزل بالدقيق كده، نلم وننزل الباقي. كنت بدور على العجينة في التلاجة ولقيتها بره. امال ايه؟ امال ايه؟
شاكره ايه؟ يلا بينا. معلش هو العجان بيشتغل كتير بقى في حاجة العيد، انا اسفه. لحد ما كونت العجينه بسرعه من غير عجن كتير، بالتقليب بالتقليب كده نحط على طول على طول ونجمع العجينه بتاعتنا. واهي بصوا ده قوام العجينه، عجينه طريه وباينه حلاوتها من وهي عجينه زي ما احنا شايفين كده طريه. بس لازم عشان اشتغل بيها تدخل التلاجة. طبعا لو الدنيا ساقعه وانا شغاله في تكييف والزبده كانت بارده وانا مثلا اخذت مني وقت، انت ممكن لو انت عجانك كان اصغر شويه ما كانتش تاخد منك الوقت اللي اخذته معايا ده. فالشغل بالزبده الساقعه في مكان بارد هيحسن كتير من النتيجه. ولكن احنا علشان نطلع سبليه حلو نشتغل بعجينه بارده، اول ما تخلصيها تقومي مجمعاها ومدخلاها على الفريزر او على التلاجة. تمام تمام. تطلع من التلاجة تفردي بسرعة بسرعة، وحتى ممكن تدخليها التلاجة تاني بعد ما تتشكل، وتطلع تدخل على الفرن. ارش الدقيق، انا عندي عجينة هنا ساقعة بس انا شايفة ان انا اقدر اشتغل بالعجينة دي مفيش مشكلة. يلا رش الدقيق صغنطوطة خالص من غير ما نزود الدقيق، فيبقى العجينه بتاعتنا ناشفه كده كده كده. نعمل كده، حاسه ان هي كبيره شويه فخلينا نشيل منها جزء. طبعا لما تشيلي بقى على طول تغطي وعلى الفريزر على طول. بصي العجينه وحلاوتها، بصوا معايا جميله جدا اهي. السابليه هو عجينه بسكوته كده طرت، طعمها حلو قوي وخفيفة قوي بتدوب. وطبعا بنحشيه، يعني هو دايما بيبقى محشي شوكولاتة، محشي كراميل، محشي شوكولاتة بيضة، زبدة البسكوت. يعني نبي وبرضو ما تتخنوش البسكوتة قوي، خلوها رفيعه، كل ما كانت رفيعه كل ما كانت جميله. ودايما بيبقوا بسكوتين على بعض. ما عندناش بيكنج باودر ولا اي حاجه، فما بتنفش يعني النفشه اللي احنا ايه بنبقى متوقعينها. نفرد 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 كده عجينة ناعمة وزي الزبدة، ما بتاخدش وقت طويل في التسوية، بتاخد تقريبا حوالي 7 دقايق، ودرجة حرارة الفرن بتكون 170 وممكن 160 كمان، بس خلونا نقول 170 عشان ما يبقاش الفرن بتاعك واطي قوي. برضه انا بخاف ليكون الافران بتاعتكو ما تجيبش درجة حرارة مظبوطة، فمش عايزة الفرن يبقى كأنه فاضي يعني مش شغال. فاللي تفهموه مني ان هو فرن هادي هادي بس واخد درجة حرارته، يعني مش معنى كده ان انا اقوم فاتحة الفرن واقوم حطاه، لا هو لسه ما خدش كده درجة الحرارة. الفرن ياخد درجة الحرارة بعد 10 دقايق، تظبطيه وتسيبيه ياخد درجة حرارته، ندخل على طول الحاجات بتاعتنا. اوكي رفعناها كده كويس قوي. نجيب بقى القطاعات، مثلا عندي الشكل ده الدايره التقليديه دي، احنا بنعمل كده وبنعمل كده عشان نعمل قطعه بتاعه الحشو، بشيلها من هنا كده فكده تبقى محشيه. بس دي طبعا طلعت شكلها مش حلو خالص عشان بعملها كده، هنشيلها بقى عشان ما تضايقنيش. لازم نوسطن الدايرة. استنى ايه؟ استنى استنى عشان سماعة وقع. بتقولوا ايه؟ اوكي اوكي البتاعة بتاعت البلبلة في نيرات هي دي اللي بتظبط الشكل.
واكيد على شكل نجمه وعلى شكل ورده وكل الكلام الجميل ده. حاضر. ادي كده التشكيل، والرفع ده حلو قوي، ما تتخنوش قوي، وبتدخل الفرن ما بتقعدش كتير، بتقعد 7 دقايق 8 دقايق، كبرنا 10 دقايق، يا دوب تاخد لون فاتح لطيف. خلاص وصلت المعلومة؟ عشان انا برضو ما عنديش وقت. بيبقى حاضر، بيطلع من الفرن زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده، واحدة وواحدة اهي، واحدة كده وواحدة كده، صح؟ مش احنا ده اللي عملناه؟ هو ده اللي عملناه اهو. نقوم عاملين ايه؟ واخدين كده مثلا الشوكولاتة، عندي مثلا هنا وايت شوكلت، هقوم حاطه الوايت شوكلت كده اهو في النص، او مربى لو انتوا عايزين بالمربى، وما تحطوش في الايه يعني، ما عشان ما تبهدلناش الدنيا. ونقوم عاملين كده، ادي دي مثلا شكل حشو، وممكن بشويه شوكولاته كده على الوش برضو نعمل الشكل العادي اللي احنا متعودين عليه. هحاول اعمله، ما عنديش كورنيه، بس نعمله كده 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 كده. اوكي، انتوا بقى بتشكلوا الحشوات بتاعتكم على حسب انتوا عايزين تعملوا ايه. ممكن يبقى مثلا لو انا عندي شكل القلب، بقوم حطاه بس نصه كده في شوكولاتة زي ما احنا متعودين على شكل السابليه ده، نص شوكولاته ونص، ممكن تشوفوها من هنا. تمام. امال ايه، مش باين انه قلب؟ امال ايه. يلا بينا. اوكي اقعدي انت بقى هنا كده صرصري. احنا خلصنا خلاص. احنا ما سويناش سابليه مع بعض، بس زي ما اتفقنا دي عجينه السابليه، شكلناها كده حشيناها كده. السابليه بيدخل الفرن على درجه حراره 170، بيقعد حوالي 7 دقائق 8 دقائق ممكن 10 دقائق، هتتابعيه ياخد لون خفيف، وانت بتقطعيه برده ما تتخنيهوش قوي، كل ما كان رفيع كل ما كان احلى، وبيدوب الحشوات زي ما انت عايزه.